لسه ما انتهت الجولة السادسة للأمانة، ولسه في مباراتين ما راح أقول سحبت عليها لأنه عيب نسحب عليهم، ولكن لظروف الجولة يعني قلت يلا خليني أعمل هيك حركة رومونتادا وأنزل أول واحد على غير العادة، لذا حدا سبقني بعد شوي خلال المونتاج وأنزل عن هاي الجولة. فأنا راح نستثني وأعتذر من جماهير نابولي. نابولي مع مونزا اليوم بالسهرة بملعب دييغو أرماندو مارادونا، بينما بارما راح يلعب مع الجريح كالياري غدا. فبما أنه لعبة أغلب المباريات سامحوني جماهير نابولي، راح نحكي عن الجولة ككل كالعادة، ملخص الجولة ثم مباريات الكبرى بالتتابع راح نحكي فيها. ميلان بهاي الجولة فاز على ليتشي 3-0 راح نحكي بالتفصيل. الانتر كذلك فاز على أودونيزي بملعب أودونيزي 3-2 وراح نحكي عنه بالتفصيل. وكذلك اليوفي فاز 3-0 على جنوة وراح نحكي فيها بالتفصيل. شوف كلها وراء بعض المباريات القوية. بينما عندك أتلانتا مع بولونيا في ملعب الديلي آرا ببولونيا تعادلوا 1-1، وهذا التعادل يعني كان بعد طرد مدافع بولونيا. يعني تخيل انطرد مدافع بولونيا مع ذلك 1-0 وغاسبريني خسران للدقيقة 90 لحتى سجل سامارازيتش من هدف من مجهود فردي اللي هو كالعادة من برا منطقة الجزاء بيسرى علق لها تعليق لسكروبسك، وكاد انه يفوز لانه كان ضغط اتلانتا ضغط باخر ربع ساعة تقريبا مستحيل قلت راح ينفذ منها بولونيا ابدا. لاتشو يفوز خارج ارضه على تورينو 3-2 وراح نحكي عنها بالتفصيل، وروما كذلك نحكي عنها بالتفصيل فاز على فينيسيا في ارضه. باقي المباريات عندك يا عزيزي كومو فاز على فيرونا 3-2، ولما فاز كومو على فيرونا صار عنده 8 نقاط. يعني طلع، هل تعلم كومو حاليا بعد 6 جولات فوق أتلانتا وفوق بولونيا وفوق فيورنتينا؟ نعم، إنه السيسك فابريغاز، إنه السمعان، وما أدراك ما السمعان. كيد كلكم تعرفون السمعان، ما يعرف السمعان يكتب لي بالتعليقات شو يعني السمعان مشان نسمعه. إمبوليو على أرضه مع دافيرسا يحقق تعادل كذلك مع فيورنتينا، تعادل سلبي 0-0. دافيرسا عنده حاليا هيك يعني مهاجمين شباب شيء جميل، عنده بالليجري، عنده اسبوزيتو، عنده كولومبو، وكلهم يعني خليط جميل عم تعرف الشباب بس بده يثبت حاله. فدافيرسا صراحة أنا شخصيا فاجأني لأنه أعرف أنه دافيرسا يعني نص كم، فعلى هالأداء ما نعرف عن لأمتى راح يصمد. بس أنه دافيرسا وإمبولي وست جولات وعندك 10 نقاط ترفع لك القبعة صراحة. بانتظار بعد قليل، هذا الفيديو عم أصوره قبل مباراة نابولي بالضبط، فبانتظارهم بعد شوي مباراة السهرة نشوف شو راح يطلع معهم. بالتوفيق لكفارة سخيليا تحديدا مشان الكابتنية، لأنه جولتي بالفانتزي يعني زفت يا شباب بصراحة، مشان ما أتحججوا. هاي قبل الجولة 5 دقائق بدلت وطلعت، ما كنت يعني مجهز أبدا. وبكرة مثل ما قلنا بارما مع كاليري لنشوف شو راح يطلع منه دافيدي نيكولا. يعني بيكا مدرب بارما عم يقدم أداء جميل مع الدينيسمان، شوف نحكي عنها ممكن بالجولة القادمة في حال صار يعني أحداث تستدعي لهذا الحديث. ويلا مشان ما نطول عليكم بتفاصيل الجولة خلونا ندخل بتفاصيل كل مباراة، ونبدأ مع المباراة الأولى بعد الفاصل. المباراة الأولى أكيد كانت بين ميلان وليتشي. بدأ الجولة يوم الجمعة ميلان. طيب يا سيدي، في عندنا مشاكل بالميديا، في عندنا انتقادات، لياو يخانق فونسيكا، لياو ما يطلع مع زملائه، لياو معاجب الوضع، كل هاي خلصته؟ أوكي تعال ياو رافائيل سوي ترتيب، ركب كابتن لياو كابتن ميلان. في إشارة للجميع من إدارة ميلان ومدرب ميلان أنه نحن نحل مشاكلنا بين بعضنا ومعكم علاقة وإحنا نضبط أمورنا، ولياو تعال أنت الكابتن وروح وأبدأ وأنثر سحرك في الملعب. وهذا اللي كان بصراحة برافو من إدارة ميلان، يعني تحسب لهم، ولو أنه يعني حركات لياو ما كانت حلوة، بس في حال شوفوا العالم انه احنا ندعم لاعبنا بهذا الشكل. وخيو ما عليش بينهم وبينه الكواليس غرموه ادبوه وبخوه ضربوه يصطفلون بين بعض، بس احنا نطلع صورتنا بهذا الشكل برا. وهذا اللي كان
كنا نعرف قيمة الفوز بالديربي. الفوز بالديربي يعطيك دفعة معنوية كبيرة، يا سيدي يعطيك شو من كان خمس جولات لقدام. وهذا اللي شفناه بميلان. ميلان نزل بكل قوة على أرض الملعب، تحس خلاص اللاعبين عم يزيد بيناتهم الانسجام، الرتم يعني عم يعلى مباراة بعد مباراة، بدأوا اللاعبين يتأقلموا على بعض تقريبا. حلوة جدا ثنائية إبراهام وموراتا اللي بدأها بالديربي، وأنا أشدد فيها بمباراة الديربي. موراتا تحديدا صفقة جيدة جدا فنيا ومعنويا، لأنه كابتن إسبانيا اللي أخذ اليورو وعنده يعني قيادة للاعبين، عنده خبرة، ريال مدريد، تشيلسي، يوفي، يعني عنده فرق كبيرة. يبقى موراتا لاعب كبير، بينما إبراهام حاليا اللي أنا شايفه لاعب بس بده يثبت حاله، حماس، قوة، قوة بدنية، اشتراكات، التحامات، يعني بس يريد يثبت حاله، ولكن في عنده يعني لاك أو نقص واضح بالحساسية للمباريات والتهديفية تحديدا. بده يسجله جولين ثلاثة هيك مباراتين ورا بعض، على هاتريك، على مثل ما تقول حركات إنزاجي على خط المرمى يسجل، المهم عشان يفك النحس، ترتفع المعنويات وتشوف إبراهام مختلف عم يحاول، بس واضح إنه الحس التهديفي بعيد عنه حاليا. طبعا إذا كان بي بالأساس حس تهديفي يعني مشان ما نفكر الظاهرة، هو تألق موسم مع روما بعدين ما شفنا الخير مشان ما نظلمه، لأنه حتى الموسم اللي بعده أصيب تقريبا موسم كامل، بعدين اللاعب ممكن دخل يعني أزمات معنوية، ممكن ما تأقلم، ممكن ما تأقلم بعد العودة يعني من الإصابة، ظروف كثيرة. خلينا نشوف هذا الموسم، البوادر إيجابية بس لنشوف لقدام، وممكن جدا خصوصا مع ميلان يساعدونه ألفارو موراتا وبوليسيك كلهم يعني يساعدونه بالأسستات بالتهديف. نشوف أنت عزيز الميلانيستا، بدي تكتب لي رأيك بالتعليقات حول صفقة إبراهام، وإذا كنت تحب أنه يكون يبقى معك بما أنه عارم روما، لكن تحب تشوفه دائما مع الميلان ولا لسه بكير هذا الكلام. طبعا ما بدنا نحكي عن تفاصيل المباراة الملخص والأهداف اللي صارت، بس شفنا ثنائية نارية من لياو ويو هرنانديز، ثنائية نارية. يعني عندك حاليا اللي ببالي لحد الآن تافاريش زكاني ولياو ثيو هرنانديز، جبهتين يسار نار بالدوري الإيطالي. الهدف الأول كان جميل جدا، افتتاحية من موراتا، يعني تسديدة رأسية جميلة جدا، كيف استغلها قناصة خيام للآخر فتح التسجيل. بعدها قبل ما يصحى على حاله ليتشي أكل الجولين وقالوا يلا السلام عليكم، عليكم السلام. ثلاث نقاط للميلان، وهي الأهم حاليا في هذا التوقيت بالضبط، لأنه يعني الفرق لسه ما ثبتت، واللي يثبت أسرع هو اللي يأكل أسرع ويفيده للمستقبل، يحصد نقاط قبل ما تدخل المعمعات الأوروبية اللي بلشت. ننتقل يا شباب للمباراة الثانية اللي هي مباراة أودينيزي إنتر ميلان، اللي لعبت في أرض الداشيا أرينا في ملعب الأودينيزي، ملعب صعب، أودينيزي فريق بدني قوي، انتهت بفوز إنتر ميلان 3-2 على أودينيزي. تمام. ليش هذا الفوز مهم؟ هذا الفوز مهم لأنه ملعب صعب، أودينيزي صعب، فريق بدني، وكان يعني تقريبا يعني عنده نقاط كثيرة، تقريبا منافس بأول الجولات. الإنتر طالع من خسارة من الديربي، ومثل ما حكينا من شوي على ميلان إنه كيف الديربي يتفش لقدام، كذلك الخسارة ترجع لورا، وهون كان إنه لازم تفوز بأي شكل من الأشكال. نعم الإنتر تلقى هدفين بهاي المباراة، نعم كذلك الإنتر من بداية الموسم تلقى 7 أهداف، وهذا رقم كبير جدا على الإنتر من بداية الموسم، 6 جولات 7 أهداف، هذا رقم كبير. بس برأيي الشخصي أنا حاليا المهم الفوز، انسى الأداء، انسى الأهداف، انسى كل شيء، جمع نقاط. حاليا بدك تجمع نقاط، أي فريق بهاي المرحلة جمع جمع جمع، بس تخلص من تجميع النقاط عندك بعدها الاستقرار، ارتفاع رتم المباريات، ارتفاع مستوى الفريق، التناغم، وخصوصا دخول المنظومة، دخول اللاعبين الجدد للمنظومة، هذا أهم شيء. طب كل أحوال يعني بشكل عام أحكي لك بقاعدة عامة، كرة القدم فوز وخسارة نقاط. تقول لي الأداء، أقول لك بعد أسبوعين نسيت الأداء، كم نقطة عندك من الآخر، كم لقب عندك من الآخر. وعلى قولة سيد المدربين ومشان نقهر أمين، مو بس قهرنا أبو الركب بداية الفيديو، نقهر أمين، سيد المدربين يقول من يريد المتعة فليذهب إلى السرك. بعدين يعني بالنسبة مثلا للإنتر اللي حتى مثلا ما كان عجبه الأداء أو بشكل عام، يعني ترى مو ضروري يعني ترى كل فوز لازم يكون برازيل 82 ولا برشلونة 2009، وهذا الكلام مو بس على الإنتر، عن يعني أي واحد.
كرة القدم فوز وخسارة والدوري طويل وانت اهم شيء عندك تجمع 3 نقاط بس، ما عندي شيء اكثر اقوله. وإنزاغي ما قصر يعني، كان فارض أسلوبه ويبني من الخلف بشكل جميل، ب10-20 ثانية إذا بده يطلع لقدام يطلع تلاقيه صار منفرد بهاي اللمسات الحلوة، الأمور طيبة إن شاء الله. من نقاط المباراة اللي صارت هو تسجيل لوتارو مارتينيز دوبيتا، وهي الدوبيتا طلع فيها فوق البوبو فييري، صار عنده بالدوري لوتارو 105 أهداف بينما البوبو فييري كان عنده 103، وهون صار أظن بالترتيب السابع وصار قدامه أعتقد يعني إذا ما خانتني الذاكرة لما قرأت 7 أهداف أو 6 أهداف مع ماورو إيكاردي 111 يمكن، فغالبا راح نشوف تكسير لرقم ماورو واندا إيكاردي في هذا الموسم. الحلو أنه هاي الهدفين اللي سجلها بعد المقابلة اللي طلع فيها على سكاي يمكن، وكان بوبو فييري يكلمه سكاي أو دازن ما أذكر، المهم قال له أنه لا تقلق عادي راح تجيب الهدفين وهاي، وقال له خلاص أبشر أبشر. بعد المباراة أعطاه هدفين جميلة جدا. آخر نقطة بدي أحكيها قبل ما نختم مباراة الإنتر، نقطة مغرغرة هون بدي أحكيها يا شباب، هدف فراتيزي الأول أنا يعني خلاص ما يلزم مقدمات وأنا لا تسأل وما له علاقة ونظرية المؤامرة، الهدف الأول لازم ينفتح فيه تحقيق مع أوكويو حارس أودينيزي، حتى يعني تخطى مرحلة إنه خطأ بشري، شو هالهدف هذا؟ شو هالهدف هذا؟ أوكي باص حلو من دارميان وفراتيزي عمله، بس يا شباب وخصوصا الإنتريستا رجعوا شوفوا الهدف واكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، لأنه لازم ينفتح تحقيق مباشر، شو هالهدف؟ شو ما أقدر أقول لك شو هالغلطة البشرية لأنه شفتها تعدت هذه المرحلة. اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات وخلونا نعمل شو اسمه بلبلة وهيك شوية شوشرة. المباراة الثالثة اللي راح نحكي عنها هي مباراة جنوا واليوفي، ملعب كئيب جدا، وبصراحة كان من حظ اليوفي انه يلعب هاي المباراة على المراتسي بدون جمهور، لانه ما كنا نعرف ملعب المراتسي ملعب صعب يا اخي مزعج، وخصوصا لما يكون فيه جمهور ودائما فل يزعج الخصم، فكان اليوفي محظوظ انه لعب من غير جمهور هاي اولا. ثانيا يا لجنة اللي ما أعرف إيش يعني صارت في حالات شغب مثل ما تصير بكل أوروبا وبكل العالم، يعني ما يصير تسكر الملعب كله، سكر مدرج سكر الكوربة، يعني والله عظيم كانت مباراة مملة من دون جمهور، يعني غريب غريب صراحة. المهم يا سيدي الكريم فاز اليوفي في هذه المباراة 3-0 بثنائية دوبيتا فلاوفيتش، الحمد لله ما بعته بالفانتزي ترددت وأنا الحمد لله كنت أتردد لأنه غيره كل فريقي ما كان جيد، والهدف الثالث كان من النملة الذرية برو كونسيسو، ما أعرف يستاهل نكون نملة الذرية برو ولا لا، حرام لسه جوفينكو يعني مستوى أقوى وتاريخه أكبر، حرام لا ما نقول برو لسه هذا الميني تخيل نملة ذرية وميني هذا هو فعلا يمكن أصغر من جوفينكو القدو يا أخي والله بورتيكي هالكونسيساو، بس يلا عشان أبوك ما راح نتنمر عليك يعني لأن أبوك غالي. طبعا بعد ما انتهى الشوط الأول بنتيجة سلبية 0-0 أول الشوط الثاني يرضاها ديفينتر يعني أرعن، فدقيقة 47 كان رايح مين كانت مع الكرة والله ما انتبهت نسيت، المهم قالوا لا لا وين 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 رايح طول بالك طول بالك، هاي طول بالك يعني مسك الطابة طول بالك مسكها قال شو قال خذ ريغوري، لمسة يد ساذجة أعطى فيها ريغوري وسجل منها الدوشان الأول 1-0. بعدها بشوي كوب ماينرز اللي عاطي جودة جميلة جدا بخط نص اليوفي والله جميل، المهم بس ما كان محظوظ أبدا بهاي المباراة يعني ضيع طابة، تذكر هاي اللي تشوفها بلقطات التيك توك لما رونالدو على الخط الستة وطلعها نفسها كوب ماينرز، كوب ماينرز محير بالفانتزي لأنه عندك اليوفي في عناصر جميلة جدا فتحتار. المهم يا عزيزي كوب ماينرز أسست لفلاهوفيتش سجل من شبه انفراد يعني استلام جميل دخل فيه أخذها وسجل ورأسا وعملهم وعقلي وسكوتوا هذا اللي زعجني فيه، خلاص العاب وسكوت وسجل وزم لي إثمك زمه خلاص يعني كل ما هاي تحدي وسكتوا أنا ومنه أنت خلاص اوكي تألقت بموسم وقام تاخذ اعلى راتب بالدوري لا تهايط خلاص سجل وروح على نص الملعب والعب بس بكير المهايطه، وحتى لما تكون روبرتو باجو ما لازم تهايط التواضع كلمه يا ابني كلمه اهدى. المهم الجول الثالث حتى كان جميل جدا، ليش جميل جدا؟ لانه صحيح الاسيست
ما ينحسب لكوب ماينرز ولكن ضمنيا ينحسب. شوف كيف خلاها النملة الذرية كيف سددها بشكل جميل جدا، يعني خزقه قلاته لجوليني بصراحة، يعني مسكين يعني ينزعل عليه جوليني بهاي المباراة. والله يعين جنوة جدوله، أظن الانتر بعدها أو شيء، يعني في عنده 3 مباريات في اللالا لاند. دكتور محمد يعني قلبي معك يا مشغل البال مرتاح. من النقاط المهمة جدا 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 أنه نذكرها، يوفي 6 جولات ولا هدف تلقى. نعم نعم، هذا اللي عم أحكيه وهذا اللي أقول لكم إياه. ما تلقى أي هدف. شو يعني ما تلقى أي هدف؟ فهمكم كفاية، اللي يتلقى أقل عدد من الأهداف يكون هو أكمل الفراغ. يعني طبعا هاي مو قاعدة بس شيء يعني غالبا ما يحدث، فخلونا مشان نرجع لها بعدين. أمن دفاعك، دفاعك قوي بالدوري الإيطالي، نهاية طيبة. ويلا يا شباب خلونا ننتقل على المباراة الرابعة صارت، أيوة مباراة تورينو لاتسيو. مباراة يا أخي والله هيك شوف حاس هيك مسلطنين، لأنه لاتسيو فايز. حتى ننطيك يعني باليوتيوب ننطيك أداء ثاني. دائما معلمين عليك يا يوربانو كايرو بنص أرضك، يا ريت هذا الكلام يترجم يدبلج، تبعثوا له يا هريل ليوربانو كايرو، خليه ينزلها باللاجازيتا ديل سبورت، إذا ما عنده شيء يصيح فيه يقول على هذا الفيديو صيح يا أوربانو كايرو. 3-2 للاتسيو في أرض تورينو، مباراة جميلة جدا، كان فيها إيجابيات كثيرة وسلبيات قليلة، ولكن هاي السلبيات موجودة لا زالت بالفريق وإن شاء الله ينشغل عليها بالمستقبل. اللي شايفه حاليا لاتسيو جميل، لاتسيو متماسك، لاتسيو متناغم. هذا اللاتسيو تقريبا يعني بينت معالم التشكيلة الأساسية، خصوصا بالدفاع عندك صحيح باتريك وجيغو مصابين، ولكن هو الأساسيين خيلة ورومانيولي، شفنا ثبات بالدفاع كمنظومة وكأفراد. ولكن يعيبه، وهاي من السلبيات اللي بدي أحكي عنها، شروط في بعض أحيان عندك يعني الهدفين ما كان أبدا ما لازم تفوت أبدا. الهدف الأول كان في شروط، اللاعب آدمز منطقة 6 تقريبا، ليش يسدد؟ كيف تخليه يسدد وتطلع هيك 3 على إليتش وترجع؟ يعني كان في عشوائية بالتغطية. الجول الثاني بصراحة يعني صار يعني إذا يعيده 100 مرة كوكو ما يجيبه، ركنية وهو دبل كيك وشوي يصير لإبراهيموفيتش وسجله، بروفيديل الطولة بترو 94 ما جابها، حتى شوي يلام فيها. ولكن بالحديث عن بروفيديل بهذا الموسم من بعد المباراة الثانية، لا واضح انه خاف على مركزه، واضح مستواه جيد، شان بشكل جميل جدا بهاي المباراة ومباراة اوروبا، لا كان جيد بروفيديل. وسطنا لا غبار عليه، غوندوزي وروبيلا يا عيني عليكم، عيني عليكم باردة، ولسه عندكم الاحتياطيين كاستروفيلي وفيسينو سكر، خصوصا فيسينو انا احب فيسينو. بالنسبة للهجوم ابو علي ضياء، ابو علي ضياء ممتاز، زكاني وتاتي، تاتي اليوم انفهي وتاتي زعجني جدا جدا يعني بالفانتزي يا اخي، انا ما ارضى كل شوي احكي بالفانتزي، ضيعت انفرادين صريحين ما تضيعها ثاني مره، يعني مو بس مشان الفانتزي، احنا صحيح فزنا بس بدنا اياك تكون يعني لوز. ضعف لاتسيو هي بالجناح اليمين صراحه، ايزاكسن لا، يعني اذا عندك حاليا بهذا الشكل المنافسه مع تشاونا اللي يعني لهلا ما ظهر له ولا نوسلين من الجدد، ولكن ما عم تثبت حالك. يعني تخيل بس على هالتشكيلة ما راح احكي لك انه تخيل لو لاتسيو اشترى جرينوود، انسى الصدارة انسى الامور هاي، تعرف اللي انسرقت منك حكيتها بتغريدة بسبب مباراة الفيولا، لو مباراة الفيولا لاتسيو متصدر اللي انسرقت، تصور عندك جرينوود يا رب. طيب يا سيدي بلا جرينوود، خلينا ما نقول 25 مليون واحنا فقراء وما عندنا، تخيل بس لسه عندك فيليب اندرسون، والله العظيم لا تكون الامور عالي العال، بس يلا مو مشكله تتصلح ونستنى بلكي شوي يرتفع مستوى ايزاكسن هو وتشاونا ويسترجلون من الاخر، لانه الاثنين مشكلتهم هم فنيين وجيدين وصغار وبوتنشل، وهاي نيين يعني تنفخ عليه الطير، شد حالك خليك زلمه، شد حالك لازم تشد حالك. لازم نمدح تفاريش اللي هو حاليا افضل ظهير ايسر في اوروبا بالارقام، 6 مباريات او حتى هو المباراه الاولى ما لعبها 5 مباريات، 4 اسيست، تخيل 4 اسيست مع لاتسيو، اسيست احلى من اسيست يا سيدي، مدرعه، هذا مدرعه، جميل جدا جدا، وان شاء الله يا رب يظل على هذا المستوى.
نقطة كذلك لازم أحكي عنها، نوسلين وبعد ما انطرد بلعبة أوروبا نزل بأوروبا مشان اختصر عليكم ضد دينامو كييف، أول ما نزل بعد 3 دقائق فات على منطقة الجزاء ضرب واحد البوكو وطلع انطرد أول ما نزلوا على أساس مضغوط ينزل على الانستغرام وأنا وأقوى وسوف أعمل وهاي قلنا له يلا شد حالك وكلنا معك بس قوي حالك ما نحب إحنا النيين بدك تكون قوي زلمة. المهم نزل نوسلين بعد دقيقة سجل أول هدف اللي فزنا فيه الحمد لله يعني أحلى شيء احتفل جماعة الأنمي يا شباب إذا بدكم ها يعني مشان كاركتر جديد احتفل احتفالية ون بيس يلا ها عملوا له ترند وحط هيك ويلا ون بيس. المهم فاز فيها لاتشو 3-2 وما بدنا نطول ما فيها تفاصيل كثيرة جميلة جدا المباراة بس إليتش لاعب تورينا ما أعرف كأنه يعني إحنا أكلين مال صربيا ولا أكلين مال أبوك يعني هدي حالك عليش يعني أحمد ربك ما استفزك الجندوزي يعني كان هيك شوي رايق ولا كنت يلا في عودة في عودة ترجع على الأولمبيكو. آخر مباراة راح نتكلم عنها يا شباب هي مباراة روما فينيسيا في أرضية ملعب الأولمبيكو والعالم بالفانتزي اشتروا دوفبيك وكابتنو وأنا ما اشتريته ولا كابتنتو ولسه ذكير يا شباب مالكم بالطويلة بشق الأنفس روما يفوز 2-1 على فينيسيا. بهاي المعطيات أنت عندك روما على أرضك أولمبيكو ملعب فول ميركاتو حلو لازم انت يعني تقول 3-0 4-0 3-4-1 لازم نتيجة مدوية لأنه فينيسيا متواضع وبنفس الوقت روما على أرضه وقوي ومع مدرب جديد. بس هنا الكلام مدرب جديد يعني إذا أنت عندك مدرب جديد مو يعني عندك عصاية سحرية هاي سلاح ذو حدين أنت تعرفها وأنت متابع لروما ومخضرم وتعرف هالكلام. أنت حاليا بوضع تقول الحمد لله 3 نقاط فقط مبدلين مدرب والمدرب يحتاج وقت أي مدرب يحتاج وقت وإذا شفت نتائج من مدرب من دون وقت هاي ما لها علاقة بالمدرب هاي تكون لها عوامل ثانية أثرت على النتيجة أنت تعرف هالشي يعني لأنه المدرب بده وقت لحتى يأخذ اللاعبين أسلوبه لحتى يعرف اللاعبينه لحتى يعني يفهم شو الدنيا فأضرب وهرب خذ 3 نقاط هاي عندك مباراتين بالأولمبيكو أخذت نقاطها مباراة بالدور الأوروبي كانت صعبة وتعادلت فيها مثل ما حكيت لك انسى انك تخسر بالأولمبيكو إلا فيما ندر إلا إذا صارت يعني شغلات غير طبيعية ولا مع يوريج عندك صلابة دفاعية ولو أنه لسه ما وصلت لها يعني هاي اللي أحكي لك إياها لسه ما وصلت لها لأنه شفنا اليوم روما مفهي دفاعيا انسى الجول الهدف اللي أكله بعدها في عندك هدفين فرصتين محققة لفينيسيا انفراد بالشوط الأول بعد الهدف مباشرة وانفراد صريح بالشوط الثاني لما كانت 1-1 يمكن فكانت الأمور لو بطلعها زفيلار هاي ما تصير بس هاي لسه أنا أقول لك بدك تصبر على يوريتش ولو أنه من خلال يعني آراء بعض المحللين أنه يوريتش على هاي التشكيلة ما حل يعني أنه الأمور طيبة بس خلينا نشوف شو يوريتش فليكسبل ممكن يعني يشوف أدوات ويشتغل عليها لأنه كان كايرو بتورينو مشلح من قلبه ما يجيب له اللاعب إلا يموت ويا ما حتى تخانة قوية. المهم يا سيدي سجل روما الهدفين كريستانتي من ديفليكشن حلو صارت مثل ضربة النمر ضربة الصاعقة طلعت ونزلت كان فيها حظ بس يعني الحظ يجي على الجاهز بصراحة للآخر يعني وبعدها بيزيلي ما أدري من طلع لي هذا اللاعب الشاب والله شكله مبدع من ركنية سجل في قريت بعض الشباب كاتبين إنه خطأ على دوفبيك من الركنية مسك لاعب من فينيسيا برأي الشخص لا ما فيها أي شيء يعني بصراحة مو إنه لا إنه تأقول لك ويلا ويحابل أصدقائه وبعض أصدقاء الرومانيس ولا ما في شيء عادي اشتراك عادي بالركنية تحدث جدا يعني ما شفت فيها أي شيء. إذن 3 نقاط لروما صعدوا للمركز التاسع وتعطيه 9 نقاط بسلم الترتيب وهون يا شباب نكون قد وصلنا إلى نهاية الحديث عن الجولة السادسة إن شاء الله أكون يعني وفقت في تغطية هاي الجولة إن شاء الله ما كنا يعني ثقيلين عليكم نسينا نقولكم عن اللايكات شفت ما عاد يهمنا يا أخي قناة مليونية في حال وصلت لهون يا شباب لا تنسى تسلخ اللايك تعليقك جدا يسرني وأقرأها كلها وإن شاء الله أنا أرد عليها كلها يعني ما أخليها حتى لو بعد يوم يومين أرجع لها لازم أرد على كل تعليق غير التعليقات إذا عندك أي ملاحظات اكتب لي إياها في حال عجبك الفيديو شيره مع أصدقائك متابعي الكالتشو ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى يوصلك كل جديد تحياتي لكم وين ما تكونوا يا شباب ونراكم على خير وسلام.